هذه هي الدراسة الأشمل والأطول التي تجرى حول الآثار السلبية المحتملة للهواتف النقالة على صحة مستخدميها، والدراسة لم تستبعد فعلا أن تكون هناك آثار سلبية لاستخدام الهواتف النقالة بالنسبة للأشخاص الذين يداومون على استخدامها لمدة طويلة، خاصة بالنسبة للأطفال. هذا واحد من عديد تقارير تربط بين الجوالات والصحة والآثار السلبية على الصحة. ومش عن أي آثار سلبية بنتكلم، بتكلم عن السرطان. وبحسب هذه التقارير 40% من نسبة الإصابة بسرطان الدماغ ناتجة عن استخدام الجوالات. مهول، حقيقة مهول. مش بس الجوال، عديد أشياء نسمعها في حياتنا يوميا، لا تستخدم كذا، لا تأكل كذا، لا تعمل كذا، لأن هذه الأشياء مرتبطة بالسرطان. وأنا حقيقة بدي أتشارك معكم في اختبار بسيط ونجاوب بصراحة. أولاً، مين معه جوال؟ مضحك السؤال، معه جوال؟ لأنه ما فيش حدا معه جوال. مين بيسخن الطعام بالمايكروويف؟ شوي أقل. مين بيشرب قهوة كل يوم الصبح؟ عن الفلسطينية بالقهوة ما تسألش. مين جنب الوايرلس تبع الواي فاي بشكل طويل أو جنب محطة تقوية جوال؟ مين بيستخدم مزيل العرق؟ مزيل العرق. مين بيشرب مية في قزازة بلاستيك؟ أحدش، كله بيشرب مية في قزازة بلاستيك. أنا حابب نشوف مع بعض هذا التقرير. دراسة صادرة عن مركز الوقاية الصحية في بريطانيا تعلن براءة الهاتف النقال من التهم المنسوبة إليه. إذا الهاتف الجوال بريء حسب هذه الدراسة، وحسب التقرير اللي قبله الجوال متهم، ونصدق مين؟ هذه الصورة إذا حدا بيقدر يتعرف لي عليها، هذه أول علبة سجاير في العالم سنة 1930 حسب تاريخها. طبعا هو 1900 إلا 10 سنوات أول سيجارة أنتجت، لكن تجاريا 1930 هذه أنتجت. صورتها جميلة لكن لا يستمر هذا الجمال طويلا، لأنه التقارير العالمية بتقول إنه بعد أول علبة سجاير مباشرة ببضع سنين بدأ ينتشر عندنا سرطان الرئتين، وهذا الكلام استمر بارتفاع، هو الخط الأعلى في الصورة. هذا السرطان استمر بالارتفاع لعند سنة 1995 لما الناس أيقنت العلاقة التامة بين السرطان والتدخين، لا جدال عليه. بدأت المنظمات والدول بمحاربة التدخين، فنزل المنحنى قليلا لكن لا يزال منحنى سرطان الرئة هو الأعلى، لأنه لا زال هناك من يوقن أنه التدخين ملوش علاقة أو لا زال هو يدخن. العلاقة ثابتة بين السرطان والتدخين. هذا الرجل، حدا ممكن يتعرف لنا عليه؟ مارتن كوبر. مارتن كوبر أول من اخترع الهاتف النقال سنة 1973.
سنة يعني قبل ما أنولد. هذا الهاتف النقال اللي ربط بينه وبين سرطان الدماغ، خد إحصائيات سرطان الدماغ مباشرة من سنتها وطالع لعند 2018 لا تغيير على سرطان الدماغ، فيش أي تغيير في منحنى الإصابة أو في معدل الإصابة ولا معدل الوفيات. معنى ذلك إنه فعلاً الجوال بريء. لإيش الاتهامات؟ وزي الجوال القهوة ومزيل العرق والواي فاي والعديد من الأشياء اللي لازلنا بنسمعها في محض الأخبار والإشاعات المبتذلة حول المرض. وفي أخبار جميلة جداً تسمعها مثل هذا الخبر: A secret has been uncovered. Cancer is not a disease. هذه مواقع أجنبية، مش بس حتى مواقع العرب، هذه مواقع أجنبية بتقول إنه السرطان ليس مرض والسرطان تجارة. والتجارة لأنه فيتامين بي 17، ويمكن أغلبنا وصلوا على الواتساب وعلى الجوال وعلى الفيسبوك، فيتامين بي 17 يحميك أو يعالج السرطان. فيتامين بي 17 تجارة. هذه المواقع بتقول والأخبار بتقول أن الفيتامين بي 17 يحتكر من الأسواق على أساس تجارة. إذن ما فيش حاجة اسمها سرطان، في حاجة اسمها تجارة. لا وأكثر من هيك، ولماذا لا تصاب النساء الصينيات بسرطان الثدي؟ قال لك لأنها بتأخذ فيتامين بي 17. صدق أو لا تصدق أنه لا شيء في الطبيعة اسمه فيتامين بي 17؟ غريب. هذه مواقع موثوقة، مواقع علمية حينما تريد أن تعرف أطرق باب المعرفة الحقيقية. هذا منحنى بيزيد الطين بلة بالنسبة للتقارير الجذابة، مع قلب الجيم كاف بعد إذنكم. هذه الإحصائية بتوضح إنه أعلى نسبة إصابة بالسرطان في الصين لسرطان الثدي في النساء اللي بياخذوا فيتامين بي 17. على سيرة النسب، على سيرة النسب، شو وضعنا في غزة؟ سيريسلي، منظمات أو آسف وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أصدرت تقريرها وبتقول إنه في سنة 2011 64 إصابة للمئة ألف. إحنا حتى العمود واي مش عارفين نكتب عليه لكل مئة ألف. أنا آسف، إكسكيوز مي لوزارة الصحة، حتى العمود واي مش كاتبين عليه إنه لكل مئة ألف، لكن لكل مئة ألف هناك 64 إصابة في 2011. في 2015 ارتفعت النسبة عشان تصير 87 لكل 100 ألف. إذن في ارتفاع 20 شخص لكل 100 ألف في الأربع سنوات. هذا ارتفاع ولا مش ارتفاع يا أخواننا؟ ارتفاع. طب نشوف بالله وضع بريطانيا والدول المتقدمة. 400 للمئة ألف. إحنا قديش يا أخواننا؟ 87 للمئة ألف. إذن وضعنا بالحقيقة بالنسبة للإصابات، معدل الإصابة مش ذلك المعدل المخيف. لكن أنا بدي إياك تقف لحظة، عشان إحنا مسؤولين أمام أنفسنا وأمام ناسنا. قديش بيعيشوا من 400 للمئة ألف في بريطانيا، وقديش بيعيشوا من 400 للمئة ألف في إسرائيل، وقديش بيعيشوا من 87 للمئة ألف في غزة؟ بيعيشوا في بريطانيا وإسرائيل 85 أو 86 دولتين، 85 أو 86% من مرضى سرطان الثدي بيعيشوا. فكرك في غزة كم بيعيشوا النساء اللي تصاب بسرطان الثدي؟ لا تصل إلى 30%، لا تصل إلى 30%. هذا هو الفرق
لأنه في غزة إمكانات التشخيص ضعيفة جدا وإمكانات العلاج ضعيفة جدا. هذا اللي بيفرض على كل واحد فينا أنه يكون مخلص لهذه الفئة، لأنه في يوم من الأيام ممكن هو يكون من هذه الفئة. لا أحد يعلم ولا أحد يضمن. في 2010 تركت البلد إلى كيب تاون، جامعة كيب تاون، عشان أشتغل على تطوير علاج في سرطان الثدي. وهذا النوع من الدراسات لا يتم عادة في البني أدمين، في الإنسان، هذا بيتم في الحيوانات أجلكم الله، في حيوانات التجارب. هذه الحيوانات متخيلين شكلها؟ حيوانات التجارب بهذا الشكل. أنا آسف لبشاعة المنظر. الحيوانات لطيفة جداً ورقيقة جداً، هذه الحيوانات، وقتلها مؤلم جداً كان إلي. لكن الأشد إيلاماً أن يترك مريض السرطان في غزة ويمنع من السفر، يترك يموت في غزة ويمنع من السفر، أن يمنع العلاج من الدخول إلى غزة. والمصيبة تكون أكبر لما إحنا نحاسب بعض. على كل حال، في يوم في 2013 حسب الصورة لها تاريخ 20/5/2013 كنت بأنهي هذه التجربة، وأنا بشرح في الفيران بغصة، حقيقة بغصة. ويا إخوة، الإنسان العادي لديه رحمة حتى لهذه الفئران. جرحت نفسي بالشفرة التي أجرح فيها خطأ، طبعا خطأ، الشفرة دخلت في الورم في الخلايا السرطانية ثم انتقلت إلى إيدي. سابني شيء من الخوف، مع علمي المسبق وأنا بقول للناس إنه السرطان غير معدي، لكن هذه خلايا، وخلايا حية مأخوذة من ورم، فالأمر شوي مخيف. على كل حال، لما رجعت إلى غزة هان سنة 2014 بدأ معي مسلسل بسيط، هو نزول في عدد خلايا الدم. في 2015 هذا الحدث، أنا عدت في 2014، 2015 صار عندي نزول حاد في خلايا الدم، لم أتوانى لحظة، ورحت مباشرة لصديقي دكتور أحمد الشرفة رئيس قسم الأورام في المستشفى الأوروبي. ليه؟ لأنه السرطان يحتاج تشخيص دقيق وسريع عشان يبنى عليه علاج سريع، وإلا إذا أنت أهملت الحدث أو كان التشخيص خطأ فهناك ما يترتب عليه من فشل في العلاجات. في 2014 وأنا راجع على البلد مرض لي شخص مهم في العيلة، رحت أزوره، كانت الدنيا مساء في أحد المستشفيات في قطاع غزة، كان مكتوب له أو إلها استئصال عضو، وكانت صباحاً العملية. حاولت أفهم من التمريض، من الدوكيومنتس اللي في المستشفى، شو وضع هذا المريض. لم أجد كلمة واحدة تدل إنه هذا الإنسان مصاب بسرطان. لكن إقناع العائلة بالتمهل، إقناع العائلة بأنه ما تعملوش، ما تسووش، استنوا شوي، تنفكر، تنشوف خيار تاني، تنشوف طبيب تاني، تنشوف مستشفى تاني، كان صعب. فتمت العملية تاني يوم، وراحت العينات على عدة مختبرات، وأجت النتيجة أنه العينة نظيفة. بس بعد فوات الأوان. لا يعني أن نخاف وما نروحش الأوروبي، ما نروحش الشفا، ما نروحش، لا، نذهب للمستشفى لتقصي الحقيقة، لكن ما نتسرع، تشخيص دقيق يا إخوة. عشان هيك احنا اجتهدنا وحاولنا نعمل مجموعة بحث علمي للمساعدة ولو بشيء قليل
في تشخيص وعلاج السرطان. هذه المجموعة تتكون من مجموعة واسعة الحقيقة من أطباء مستشفيات قطاع غزة ومن باحثين وأكاديميين في الجامعات الفلسطينية كافة. الحقيقة كل الجامعات الفلسطينية تقريبا مشاركة وكل المستشفيات مشاركة بهذه أو في هذا المختبر اللي احنا بتسميناه مختبر أبحاث السرطان. لكن آخر إنجاز كان أمس الحقيقة لبحث كان فيه إنتاج يعني عقار جديد، نسأل الله أن يصير عقار لسرطان الثدي إن شاء الله قريبا إن شاء الله. إحنا مستمرين وهدول الشباب والفريق هذا مستمر بالعمل، لكن يجب أن نشرح قليلا حول المرض. حدا يقرأنا بالله الرقم هذا قراءة سريعة. 37 تريليون هو مكون جسمك من الخلايا الحية، 37 تريليون سل. هذه الخلايا متجمعة على شكل أعضاء، أعضاء تمارس مهامها، زي الجهاز التنفسي ما بتنفس، زي الجهاز الهضمي بيهضم يمتص، جهاز الإخراج بيخرج، كل جهاز له وظائفه. في رقم آخر بسيط أبسط شوي، 200 بليون أيضا سيلز. هدول 200 بليون سيلز بيموتوا في جسمك كل يوم، كل يوم بيموت عندك 200 بليون سيلز، لكن في نفس اليوم بيجي 200 بليون سيلز جديدة. وهذا هو البالانس الطبيعي اللي ربنا حطه في أجسامنا، هذا هو النظام الطبيعي، واختلال هذا النظام حقيقة هو السرطان. ففي السرطان انقسام بلا حدود وما فيش موت، هذا اختلال التوازن. البشع في الموضوع انه هذه الخلايا الجديدة اللي متضاعفة بشكل هائل فاشلة وظيفيا، يعني لو راحت على الرئتين بتبطل تتنفس، لو راحت على الجهاز الهضمي ببطل يشتغل، ولذلك الناس بتموت بانتشار الخلايا السرطانية إلى الأعضاء الهامة. كيف أنا ممكن أمنع هذه الخلايا؟ أنا بدي حدا متطوع سريعا. تفضل دكتور علي. احنا نحيي دكتور. اهلا وسهلا دكتور، حياكم الله. احنا حنعمل اختبار بسيط لكن الكل يحاول يطبقه لو سمحتوا على نفسه. دكتور بتدخن؟ نعم. احنا للاسف بنخسر 20. انا طبعا حامل الجوال لانه الجوال حسب ما انا اعتقد انه ما لهش دخل في موضوع السرطان. التدخين 20، اللي بيدخن يا إخوة بيخصم 20، واللي بيدخنش بيضيف لنفسه 20. تتناول يا دكتور الفواكه والخضار يوميا؟ مش دائما. 10. إذا أحيانا أو يوم بعد يوم بتناول الخضار والفاكهة نعطي بعض 10 بعد إذنك. اعمل لنفسك لو سمحت الأول التدخين، إذا أنت بتدخن أخصم 20، كن صادق مع نفسك عفوا. في تناول الخضار والفواكه أنت تقيم نفسك، إذا قليل كتير حط 5. بتتعرض للشمس الحارقة يا دكتور بشكل كبير في اليوم؟ يعني الحارقة من 12 لتنتين؟ لا. إذا بناخذ 20. هي قديش دكتور؟ 30؟ رياضة؟ الدرج بس في الجامعة. الدرج بأخذ 5. يعني اللي بيمارس مشي أو رياضة حسب قدرته أو حسب طول الفترة، أفضل فترة تأخذ عليها 20 من 20 هي نصف ساعة يوميا. فأضف لنفسك بالنسبة للرياضة. يبقى عندي يا دكتور الوزن. عشان إحنا جبنا الدكتور. الوزن يا دكتور، وزنك بعد إذنك من إلى شيكته يعني 90. خلينا نقول 90 تقسيم الإخوة جميعا 90 الوزن، انت وزنك عارفه، قسمه على افتح قوس طولك في طولك، يعني مربع طولك بس بالمتر خليه. 1 بوينت قديش طولك يا دكتور؟
1.7 في 1.7 بيطلع معنا دكتور، بيطلع عنا الدكتور للأسف يعني دكتور، بيطلع عنا البادي ماس اندكس تبع الدكتور في منطقة السمنة اللي هي أعلى من 30، ما نخدش ولا حاجة فيها، هذه ما نخدش ولا علامة أمان. لا لا، العامل الوحيد اللي مع الدكتور آمن إنه تخطى مرحلة من السن بفضل الله عز وجل وهو آمن، نسأل الله لك إن شاء الله العفو والعافية. إذن النسبة اللي في المية اللي حصلناها يا إخوة هي نصف، هي نصف الأمان. النصف الثاني لا يمكن التحكم فيه، وهو جيني وراثي وبيئي، لكن على الأقل ما نملكه نتحكم فيه. نملك 50% نتحكم فيها حسب منظمات العالم كلها، إنه الأشياء اللي قلتها بالإضافة لحاجتين مهمات من فضل الله مش موجودة عندنا، اللي هي الكحولات المشروبات الروحية والجنس، مش موجودات عندنا في بلدنا، ولذلك احنا بنشيلهم من حساباتنا وبيطلع 50% صافي بالأشياء اللي احنا ذكرناها. على هذا الأساس ممكن أن تقي نفسك على الأقل 50% من نسبة السرطان. آخر شيء أنا بدي إياك تقرأ معي هذا الرقم، وهذا مش خلايا، هذا 7.5 بليون، 7.5 بليون شخص يسكن العالم حاليا الآن، 7.5 بليون يتكاثرون بسرعة تشبه في سرعتها الخلايا السرطانية. إذا كنت أنت فاعلا في مكانك تقوم بوظيفتك ومهمتك، فأنت خلية سليمة غير سرطانية. حفظكم الله.